الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا، وكتابك أن يلفق المنهجي سيبا وعين كجرني كفالة وحلو يقانا يا أركان تيا إلهيد ركني يا أفراد المكفول به شيء مركا لكفالنا يي أما لضمانا يي أيين كده حجرني شرد يكو باد أيين كجرني يوها أن يكون حقا ثابتا حق حيال العقد إنه يهي حقا لضميننا يا حق سوغا حلي عقد يا ضمان كاللو ذكر أيوه مركا وحي نصوت المامين علماذو إنا نيانسحين شيء أنسقنا نين ضمان كيسو إنا نوانسحين تيبا هذا وحي لين ويستثنى من هذا وحل لك سوريبا يا ضمان الدرك ضمان قالوا يا غنود ضمان الدرك ضمان الدرك ضمان كهل يريد أيا لك سوريبا يا وهو أن يلتزم وأن يسكن لازميا لمن يشتري سلعة قف يبسن يبدع أن يرد له ثمنها لعكت يدين وسوعليو إن خرجت السلعة هذه السلعة يبدع وبحضوا معيبة مدع بيسا أو ناقصة أما من نقصانسا أو مستحقة أما من لم متوعد خليرتي أي مغصوبة باللوغة جدا مدل دعي أو مسروقة مدل حدي أو ضايع أما مدل انتي ووجدها وهرد أن صاحبها كيلها فإنه يقيم البينة مرخاتي أيو سوتاقي عليها كرقدا ويأخذها وقاذنا إياه لأنه حق بها إساقا إياك حق له. ففي هذه الحالة حالة أن يعود المشتري كيب سريع رضا أميني كيضا من تيو حقون أغريا بثمنها العكت هذه وإنما سعى هذا الضمان ضمان كنوح وانصحي وهو ضمان وان الضمان لدين لم يثبت دينا ولسقنانين لأنه محيل يثبت عند استحقاق المبيع من يد المشتري وهو السقنان يا مركا مبيع دي يشيء اللي يبيع لم تو إلا قنبت إلا قاتني كيف سيك عندي سيم محيا لي وانصحيا لأن الحاجة تدعو إليه حاجية باهي أي أقوية ريسو كين إيسام وخاصة سيقارهان عند التعامل مع الغريب مركا الله تعامل يا معاملة إيا وحيب سيلا لقل أيو من أن لقرن إنن الذي كاسو يخشى اللوغة عبسا أن يكون إن نقدم يبيعه حيبنا يا مستحقا لأحد أما مستحق لأحد مثل أم متيوعد كان الله يضحي أولا يظفر به دويتنا أن لقوك وليس نوان لهذه عند الاستحقاق ونحوه مركز شيء إلا متيوعد هذا فاحتيج واحد الله بهذا إلى الضمان ضمان بها مركز الله بهذا ليسا وثيق المشتري مشترسي وثيقية كالسوني وقهره لما يدفعه حديبيا من ثمن ثمن يلعقه وحي علماذو إنه سو شيئين شيئ حقا هي لضمان ايا إنه يهي حق السوغن أو ليسكو ياشي حليا يحالة عقد ودعيو مركا شيئا ولي السوغناني أو ليسكو يالنن دمانكي ما أنسحي بينا دين هدوتا وحل لك سو ريبا يا بين هذين وحلو يقان ضمان الدرك ضمان قال يا ضمان الدرك ايا لك سو ريبا يا ضمان التبع انا والله الى هذا ضمان العهد انا والله الى هذا ضمان الدرك وحوايه قبا وحوي بالسنه يا عرب دبيت قف قري أياه الضمانة قاضية حديث شيء قوي بالسدي
أما عيب أما نقصان ويشو أما بعيد كلام أيه لتو مثلا شيء غير شيء لا دعي ويهي أما شيء لا صاح دعي ويهي أما شيء باضي ويهي أعيد كلام أيه لتو إنه لعكتي سو سعرنيو مركب ودرج وهليرد يقب الصشو يعني الشيء قال لقي بيه هدين له لا أما لا قبصة أما عيد كلام أيه لتو أنا لعكتي سكوت ما نبقى ضيع marka waxa weeyaan bay ilaadeen inuu qofku isku laazimiyo oo isku laazimiyo cid badeecay bisanaysa ayuu leeyahay lacagteeda ana ku soo celinaya hadii silcadan iyo shay garaad iibsatay ama uu ceeb yeesho ama shay nuqsan saro dhiman uu noqdo ama shay musaxaqa ah oo midan qofkani iibinayay ka iibinayaa aanu lahayn bo ah shay uu soo xaday ama shay uu soo dhacay ama shay lumay oo dadna kiilaha uu helo maxay ila hadduu kiilaha marka helo de markaati uu buu soo taagaya shaygiisina waa lagu daraya qofkiina waxa loo dhanaya wardiikii ka imiye lacagtaadu u doono mar hadduu qofkani markaati uu soo taagay in laga soo xaday amaba in laga soo dhacay amaba shaygiisi oo lumay inuu yahay qofka shaygiisi waa la siinaya qofkii ibsanay waxa loo dhanaya lacagtaadu doono marka xaaladu margaysa tahay kii ibsaday de wuxuu lacagtii ugu noqonaya kii ka damaanay arintana waxay u ansaxday ilayhin damaan kariim waana damaan deyn aan wali sugnaanine oo maxay yeelay de marka shaygii qofka lagu qabsado ee cid kale yeelatay gacantiisii laga saaro umu ilay deyntana sugnaanaysaaye waxa damaanka keenaya bay ilay xaajo iyo baahi baa loo qabaa xaajada iyo baahida loo qabaana waa maxay سيبا مركا للا تعامل ايو قف غريبا هون لقران اينن او لقا عبسار ايو وحمنو يبين ايان عيد كلا لا يضحي هدو هدي مركا نيكي بسيلا قبسار قف قيل لوا ايو بركا سال لو باهر ايا ضمان اللورن ايا كان عيد كو ضمينتا سيو قف قي مركا دي كي بسار ايي ومركا كالسوني وقو هلو لعك ترون بحين ايو ارين داسي وحا يكو بدن دي سيلدها حولها iyo dadka hadiyo gorale ama geel keenaya ama lo keenaya qofaan la garanayn in baa xoolo keenaya xoolii waxa loo baahan yahay in laga iibsado laakiin waxa laga baqanaya qofka inuu soo xaday ama soo dhacay ama deeshay baadiyo hun marka iska soo kaxaysay inuu yahay idan waxa la leeyahay keen damin keen baa la leeyahay ama kafiil keen baa la leeyahay shayga hadii ninka lagu qabso ninkii lahaa uu soo baxo cid ku damiinata oo lacagtii bixiso adiga ka soo doro uu garaysa keen baa la leeyahay ogobay shayga la damaanayo wali wax sugnaaday ma ahanin waa hadii shayga lagu muto oo cid kale ay yeelato oo ninkaasi dee lacagtiisi uu yeesho shaygii laga qaato waxa weeye ayaad markaa damaynaysaa deynta iyo lacagta aan wari suuraa laakiin xilligaas suuraanaysa markaa way banaanaatay mi leeyihiino yaani baahi baa ku jirto dadka qariibka ah ee waxiibinaya ayaa markaa u baahan iyo dadkii ka iibsanayay qofkii qofkeena aanu garanayn wax ka iibsanayna wuxuu baahan yahay wasiiqii kalsooni uu helo kadaalig dhinac kalena way ka timaadaayo mararka qaarkood baa qofkan waxiibinaya oo lacagtan iyo waxan laga siinayaba uu ka shakiyaa oo uu sodanaya arbay lacagtan lagu siinayaba faalso noqota markaas uu leeyahay shaygayga yaa ii damaanaya hadii lacagta hadee imika waa xiladu horo way xilayeen makiinadii wixii lacagta lagu eegayay hadii galabta markaan makiinadii geeyay ay faalso noqoto yaanu raaciya neefgeeyga aniibey yaanu raaciya buu leeyahay marka labada dhinacba damaan daragu waa uu ka yimaadaayo marna kan mushtarkaba lacagta loo damaanayaa marna kii baayaca ama mabiicdii shaygiisi loo damaanayaa marka baahi ayaa keentay bay yidhaahdeen waxay saculimadu leeyihin wayushtaradu an yakuuna hada damaan laakiin damaankaasi waa inuu noqdo bacda qabdil baayici athaman intii ninkii baayaca ahaa ee shaygan iibinaya uu lacagtii gacanta ku dhigay ayaa damaankii uu imanayaa لأن الضامن يضمن مركه وحو مقلب يا ما دخل فيه دل بايعي قفقا بايقا عق بايعي وحي بنا يمقف وحي قعندي سقرهم وثمان لا يدخل في ضمانهم
ثمن كي يلا عقتنا ضمان كي سمقشو إلا بقبضه مرخوك عندك كل جمه ويانين ضمان الدرقة وحشرد وقع شيء مركا لك لا يبسدو وإنو نكي شيء يبين يجع عندك كل جو شيء مبيع ذا هانا هدي مبيع ذا مركا لضمان يرى وإنو مركا نكي دي مشتر وقع عندك كل جو مركا صب مركا ضمان كي أنصح إياه لأنه قفك أضمين ليس أي شيء ضمانك السكرة إتنين شرطك لابد أن يكون لازما وإنه يهي دين دائي حقا لضمان يا شيء لازم أو سوغر ونعين سواء كان مستقرا متسقنا هيا كثمر المبيع وكثمر البيع ويبك العجز بعد القبض واندي هاي مدة الخيار هي مدة خيارك أورماتي والمهر وبعد الدخول أم غير مستقر لا ممدا سكنانها هذا كثمر المبيع وبالشيء اللي يبني العقد سيو قبل القبض كسرا والمهر وقبل الدخول وحيلين علماء الشرط قال بعض حقا لضمين لضمان يقول الشرط وحوي أن يكون لازما شيء لازم هو سكنانه ونعيني وينو يهيب أما شيء سقناذي ها هذا أو سيد مثلاً وكثمر البيع كثمر المبيع هل كبيع المبيع بيكون لك سيدي كثمر المبيع وشيء اللي يبني العقد يسوك له انت شيء وقفك قعنت كل شيء مددي خيار خرنا ما تي دي حق سوى حق لازمون دعين مهرك بعد الدخول هديها وين إذا مهرك هذه أيضاً أنت دخول يجا مركا أقل قل قصة بأي أيضاً مهر كذي والله ضمان يايو دعوس قل هذا دخول كاسو قصو قرادم أم غير مستقر أما هباء هذا لازم هذا لكن مثلاً سكنينه إن دولي أنصراني واسد الشيء اللي يبيه أم ولي قفقيك عن تلوك قرنين ومهر كيها وين ذو قبل الدخول هو لازم لكن ولي مستقرارينه دهسين كسو مرهين مجلد كلا بعد با دخول كايو كسبناني ويصح ايضا وحان صح يضمان وما شيء ضمان هو يسقو ايلو دي لزومي حق لازم دو صعدا اي ما يلزم بنفسه وواحد نفسه سو لازم ايا ولا يتوقف لزومه لازم تاكي سرع على شيء وحبان وكحنين كثمني وفي مدة الخيار مدة الخيار كجر تبوي فإنه يلزم بنفسه بو لازم ايا بانتهاء مدة الخيار مدة الخيار مرخي دماتو فيصح ضمانه هو لازم هو صحيح وإن لم يلزم بعد كذب يعني لازم به والمراد باللازم والآيل إلى اللزوم وحلو رجدا ما لا يمكن فسقه وحل فسقه كرهن بصاب بلا صاب صاب لا وحل فسقه كرهن بحلو رجدا كالمثلة السابقة تسير مثال هذا صار مرين فلو كان الدين هدوية غير اللازم من لازمين ولا أين للزوم لازم حقين أن نسعن بأن كان يستطيع وإن أوضي من هو عليه كوكرك سيافسخ وإن كري بدون صواب صابلان كجعل الجعالة موهيان وهو أن يلتزم وإن سكو لازمية دفع مال معين مال معين لي بدي لمن كي يأتي له بضاعته على بضالة بادي سيولة بعد فهو يملك عملكين يرجع عن ذلك كائن كالنقضه قبل أن يأتيه أحد بها انتارون الأيمانين فهو دين غير لازم ودين لازم هين ولا أين للزوم لزومنا أن نسعنون إلى أين فلا يصح ضمانه ما أنصحه لأنه لا يثبت مسك مانيه إلا بعد الفراغ من العمل عمل كيش قد عندي لك فاروقين مويرة كما علمت في باب الجعالة سياد كسو قاتيب وعي علماء اللهيهين وحان صحيا إن الضمان قادوا ما هو آيل إلى اللزوم شيء صعدا إنه لازمه أو سقناده أو نقضه شيئا دعين معنى شيء اللي فهان دي سوى لازم إياه أو لازمتان كيسا سنوح كرانو كحدنين مثلا دي شيء بقى لك رأيب سدي مركزان لجيني خيار بين الله نحيوم مالين عمال لبا أيان اسكسو إيجينا شيء أمرك دي العقتي سينا قف قوو بحيي لكن وعكو حريها لازمتان كيسي دي إني مدة الخيار كان لبضع شاهي أي قوان
لابد عيش مركي لما دانوا الشيء إلا سعرين لفهان دي سأيو لازمية مركا الشيء حق لازمتان كأسعدا إن لضمانا وين صحيصا ولو بعدو يانو لازم بو دي وحو لازمية أو نقول يا وحن دعين مركا يمدد خيار حلماتو مركا لازم وآيل اللزوم نوحا لولاك إذا بيلادين وحن لفسيقي كرين وقفقو أنو فسيقي كرين صاب الآن سي مثال الذي رصور مري أوكالي إمكاين وحيالي أنصو شاقنية إمكا دي مهركي أوكالي إيو شاقا مبيع داها شاقا لكبت العقدي سوكالي إيو دي سبب لآن لما فسقك كرو وح سبب لآن لما فسقك كرو كاسوكالي أيها اللورج يا لازم يا آيل اللزوم حديث الدين تاني أي تهين مدان لازم هين لزوم نحق هذا أنو سعنين وانا سيدي وحو أودا قفقا لقول لي يهي إنو فسق صواب لعان وجعل الجعال وكره مسي وابا هذي فدي قبا وحو إسا ساريا إنو حورا معينة بحيو وارنيف باي قلو مي قفقي نيفقي قاسوهلا بقل دولار بو يقول لي يهي جعل الجعال واكا isaga lama damaanan karo qof ma oran karo boqol khaya ay iga damiinay kaas u balan qaaday ana sheegi baadi doonayee kaas oo kale lama damaanad ka damaanad lama damaanan karo waay laazim ma aha oo shay qof gan saaran oo ka dhacayn oo iska ridi kareen ma aha shay inu laazim oo u gaaro heer aanu ka dhacayn u socdana ma aha laana wuxuu karaa inuu ka noqdo inta aanu qofba shaqadii bilaabin inu ilaado warwaan ka noqdeen neewna hay doolinaana doolnaye yennina wax ku siinaya tournament neewna hadaan xaq ay u leeyin marka waa deyn aan laazimin laazimina aanu suunin damaanadkiisu marka ma ansaxayo laana wuxuu sugnaanayay kaliya marka uu deeqof shaqadii dhameeyo la yimaado ayuu sugnaanayuu laazimay sidii bulshada aan ku soo marayn talaata shaddiga sadexana yakuuna macluuman lidhaaminin دين دا سواين ايتهي دين اما حقا سواين ايهي وحو اقي هاي نكا ضامن كاي جنسا وين اقي هاي وقدرا قدرها وين اقي هاي وصفة وين اقي هاي فالجنس كان يكون الدراهم او دنانيرا وغيرهما وين هذا والقدر نواك الف او اكثر او اقل كن اما وحكا بدل اما وحكا ير والصفة لك جيد مدونة أكثر أو ردين أما مدحن فيما شيء فيما كي لو كان هدوء هذا يوصف بذلك من لك السبين وأن يعلم عينه وينه قاده إذا كان ضمان عين المركو يكلم قصوب السي شيء إلا دعي وكريم وإنما اشترد العلم به وقان شيئا لشرده لأنه إثبات مال في الذمة وحول لك السبين الذمة ولآدمي نسر هذا بعقد لك السبين كثمني في البيع والعيتي بكوكر والوجرتي في الإجارة فلا بد من العلم به إن لو هذا لك مرمان أو تعين إن لعين إن كان عين هدو يهي وقد دل على هذا كان وحط السنية ما جاء وحي في حديث أبي قتادة رضي الله عنه حيث بيّن الدين مركو عدي الدين دي وأنه ثلاث دراهم إنه سدع دراهم يهينا وشاقي وعليه كاد أن قصعنا فلا يصح ضمان المجهول ما أنصح يوم كضمنت وان ضمانت غادماك لك عليك قصر من ديننا أو أحد الدينين أما لبدا الدين متكود بان قود ضمانت غادي أو أحد المغصوبين وهكذا أما لبدا الشيء لدعي متكود بان منها قود ضمانت غادي إساك هاسك ما أنصح يوم وعليه العلماء ربني الصديحات شرطي الصديحات أولي هاي شيئا لضمان أيام وإنه هي معلومة للضامنين قفقا ضمانت قاضيا وإنه هي شيء قران أيوم تنسيقيس حقني تنسيقو يهي قدر كأولاق يهي صفات أولاق يهي تنسيقا هدي لعقتهاي لعقبا اللي يقول لي دروان ضمينتي لعقتها اللي يقول لي يهي ما يورا ما دولار با ما شري سواري لانبا ما حيتهاي وإنه مركا قفقو تشيسي لعيته وضمانه وإنه أقي هاي قدر كعيلاكته وإنه أقي هاي ومكوم با ما يكبر أنت ما يكيرته صفات عيلاته هاي
oo inay markaa mid wanaagsan tahay inay mid xun tahay waa marka arinta lagu sifeeyo hadii qoraale lacagaha ayaa bariyay hore markaa jeedka iyo ee radii asiye lagu sifeyn jiray laakiin lacagaha nimiga jeed iyo radii iyo jeed iyo lagu sifeeyo waana inuu ayntiisa og yahay oo ayntiisa iyo shayga muqaalkiisa garanay haduu damaan ayn yahay sa shaygi loo dhacay kale haduu shay la bisa gaari la dhacay ayuu damaanaya uu leeyahay ana kaaga damiina gaariga ninkaasi ka dhacay soo celintiisa waa inaad garaysaa gaarigi ma gaari weyn ba ma gaari yar ba ma gaari xad gaari aad garanayso ayntiisa aad garanayso weynu yahay waxana loo shardinayaa bay leeyihiin qofku wuxuu damaanad qaadaya inuu og yahay laana waa maal aad ummadaada saarayso oo qof bini aadmi leeyahay oo caqdiyo heshiisa ku galaysaan marka weynaad iska og tahay waa shay berri ka maalin lagu odhanayo keenoo adiga magdhowgiisa laga qaadayo marka waa shaygii dee la kala iibsanayo lacagtiisoo kale ma dhici karto shay la kala iibsanayo inaan lacagtiisa la sheegin imiga suuqyadeena waxa ka dhacdaa weliba suuqan khudaarta iyo waxaan imtixaamanaya yacni jaadka lagu sheegayo iyo waxa weeye waa la isu dhigdhigayaa un deetana kana wuu iibinayaa un amar ore gacanti intaasaa la soo jaray unbaa loo dhanayaa dabeedna lagaba yaaba wixii uu ku iibiyey wax ka badan in la soo jaro khudaartana inta dumarka loo dhigdhigo ayuunbay iibinayaan una dabeetana waxaa loo dhanayaa usaadi waxaa dhanaysa maalinta waxaa la jaray intaa ma ansaxayo qofkan waxaan iibsanayaa wuxuu iibsanayo waa inuu qiimihiisa og yahay u garanayo haddii kale iibkaasi maba ansaxayo ma jiraba iib jiraba maaha markaa sida shayga la iibinayo lacagtiisa loo garanayo ijaarada iyo shayga la kareysay ujiradiisa saa loo garanayo waxaa damaanad qaadaysa waa inaad garanaysaa aad ogtahay falaa budda min alcilmi bi tacyiin in kaana cayn waa inaad shayga damaanad qaadaysa garanaysa hadduu cayn yahayna cayndiisa waa inaad garanaysaa haddii kale hadhow qoomama ka iman doonta waana waxaa tusinaya aridda xadiidkii Qataada ninkii meydka haya la keenay ee nabiga sallallahu calayhi wasallam dayn ma lagu leeyahay ha wax ma ka tagay maya haddaba ku tukada markii ay u cadaatay Abu Qataada saddex dirham lagu leeyahay wuxuu aniga ayaa dayntiisa bixinaya ya rasuulallahi ku tuko markaa dayntii uu damaanad qaadayay wax cad oo saddex dirham ayay noqotay markaa damaanul majhuul ma ansaxayo oo masalan waxa dayn ku leedahay baan ku damaanad ama wuxuu qaadan doono ama daymankii aad ku lahayd mid ka mid aan ku damaanad qaaday ama labadii shay la dhacay midkood bal mid uu kaan soo helo maan damiin kaaga ahay ma ansaxayo cida qaarkoodna waataynu sheegnay waxaan laasimin oo dayn aan sugnaynin laakiin qadar lagu xadayo oo la yidhi anigu wixii intaa gaadha ayaan damiin kaaga ahay yacni way ansaxaysay culimada mucaasiriinta ee hadda yani almacayir sharciya oo kale waxay tilmaamayaan iyagoo dhammaan daragii aynu markaa ka soo baxnay inuu soo tilmaamay iyagoo raacaya ayaa waxaa leeyahay yasiicu kafaalatu maa laysa macluuman min adduyuun waxaa ansaxaya in la kafaalo qaato waxaan macluum ahayn oo la gelayno dayna kamaa yasiicu damaanu maa lam yajib bacdu fi dhima shay aan weli dhimadii fuulina in la damaanad qaadaana way banaantay maca jawaasi rujuuc canhu qabla nushuu lmadyuuniya wiiclaami lmakfuuli lahu waxaana markaa ansaxaya bay yidhahdeen in la damaano waxaan weli waajibin qof dhimadiisa fuurin laakiin waxa bannaan bay leeyihin intaan dayntii haddaan la kala qaadin qofkii isagoo damiintay inuu ka noqdo ayuu leeyahay kii makfuulkaana markaasaa lagu ogeysiiyo damaanu suuq ayaana la yidhay iyo damaanu cuhda ayay yidhaahdeen dee damaanu daragaasaana markaa ka mida bay yidhaahdeenoo mithaalkiisu waa damaanu daragaas oo damaanu suuqna waa la yidhahdaa bay yidhahdeen halkay markaa ay dee buruujtan casriga iyo xawaladahan iyo ay adeegsaana waa taa waa macayir sharciya ayay ku qorantay arbaca an yakuuna alxaqu almadmuunu
حق الله ضمانة قاضية وإنه يقابلا للتبرع به وإنه يهي حق أقبرية إنه قفقاني كتبرع كرهور الله يسكره أي أن يكون قابلا وإنه يهمد أقبرية للانتقال قورد لغير من هو له كوسقنا ذي عذانهين بغير عوض إسان وحوالا لفسني وإن له قورين كرا كالحقوق التي ذكرت حقود إلا صوشي أمثلة صلى الله صوشي فيما مضى بحيد تقي فلو كان غير قابل لذلك لذلك أدانك أقبلين فلا يصح الضمان به ضمان كسمان صحيح كحق شبعة تبوي مثلا فهو حق لشفيعي وحق غفق شفيعه إليه أي للشريك الذي يملك حصة مع البائع وعملكين يقفق شريك حصة يقيم له كان يبين لشريك سكي حصة يقيم له فإذا باع الشريك حصته لغير مركوه كيبيو كان له حصل هذا الحق أن يأخذها بالثمن إنه العك تفوقاته ولكن ليس له مسر أن ينقل هذا الحق لغيره إنه أرره فلا يصح الضمان به ضمان كيسما عن صحي مركا شرد أفراد إلا شرد يا شيء مكفول به جاها وعيلا ذين حقا لضمان أيام وإنه يهي حق أقبلي للتبرع به هر إلهي إن لقيسته بمعنى أقبلي عدا له إن إرهرته أو عدا لقول لي يهي لغير من هو له كانوا كان لعدا نهين الله رهري كرو أو قف قري عد كرو وسين كرو بغير عوض نكو سين كرو وحو كتبرع كرو أو قف قري عد كرو وسين كرو كتبرع كرو وإنه يهي sida xuquuqdan de aan soo sheegney oo kale waxa weeye wuxuu qofku qof galo ugu tabaruci karo laakiin haqani haduu yahay mid aan arinta aqbalin in damaanadkiisu ma ansaxayo tusaale waxa ay soo qaateen xaqu shufca xaqu qisaas xadu qadaf ayaa ayuuna lamida mise xaqu shufca de baab shufca weynu soo marnay laba qof oo meselan jaga ama guri wada lihiin marka umidkoodii biyo ka baayic baa la ila iibiyay kii aan isagu qaybtiisa iibinina shariikul qadiim baa la ilaadaa shariiga marka haysa eela isagu xiso kan iibiyay la jirgiisa marka xiso iyo qayb la lahaa ayaa yeelanaya shubcadii hadaba kii ay wada lahaayeen markuu qaybtiisa iibiyo cid kale ka iibiyo xaq wuxuu u leeyahay inuu kaagu ka iibiyay lacagta uu saaxiibkii ka siiyay shariigiisa inuu celiyo shayisa isku qaato laakiin xaqqa shufcada ee qofka shariiga u sugnaaday ma aha wuxuu qofkani rari karo cid kale u rari karo oo masalan uu oran karo hebelow yani ninkaasaan guriga wada lahayn wuu iibiyay qaybtiisii mar hadduu iibiyay xaq waxaan u yeeshay inaan ka soo shufcayso ka soo ceshado kaagu ka iibiye adaanku siyoon kugu tabarucay ka soo ceshaado ma ansaxay aduun baa ka ceshan kara cid kale looguma tabaruci karo qisaas taro waa saas ilaga cid lahum baa fushata adigu adaan qisaasdiisii kugu sadaqadaysay adigu qisaas soo dilo adiga lahum baa qisaasan iyo macfin ilaahay qof kale ma siin kartin xadul qadaf waa saas ilaga haduu qof deesina iyo xumaan kugu sheego cadeyn waayo 80 jeedal ayaad ku yeelaysaa 80 ka jeedal cid kale ma siin kartid inaad oofsato iyo inaad marka waxay ku taagantahayun aad markaa ka cafido الركن الخامس الصيغه واسيقدي وهي الايجاب من الضامن الكفيل وايجابك كضامنك كفيلك كايمانيا والقبول من المكفول له يا اقبلده كان مكفول له كايمانيسا ويكفي وحر كفلا في تحقيق الكفاله ايجاب الكفيل الضامن كفيلك عند ضمان القاضي انه ايجابك لا يمادو ولا يشترط فيه لما اشترط قبول المكفول له كان لو قباله قاضي انه اقبله ولا رضا ولا لياشي سان لما اشترطه كما مر معنا سين هو صور مري عند الكلام مركا كان دين على المكفول له مكفول له مركا كان دينين وحي لين ركن الشرط واسيقه يدوقي عقد ان يكو يمنيه قف كان ضامن كاي كفيل كاي وينو ايجاب كيمادو او يعني واخ كفيلان يا اسو كينا kan la gabaal qaadayna waa inuu aqbalaa hadaba waxa ku filan bay leeyeen kafaalada xaqiijinteeda inuu qofka wax ka fiilanayo damaanad qaaday uu qofka ana ka damiina deynta ana ka damiina qofka aniga ka fiila
شردي ما هكلنا كفالة قاضي عينو أقبلين هل يهيتونا سوالا وروحانا كفالنين أما وحبهنا يعني هضمان أيو ضميني كرا سيدي عينو كصوب رأي مركز مكفول له أينو كهد ليني درس كقيمتي سورة لقى عينو والله أعلم.